مستمرين مع حضراتكم في متابعتنا لقرارات رئيس الوزراء. احنا معانا على التليفون الاستاذ وليد عبد السلام الصحفي المتخصص في ملف الصحه بجريده اليوم السابع. مساء الخير واهلا بيك يا استاذ وليد. مساء الخير استاذ ريهام، واهلا بيك واهلا بكل الساده متابعي حضرتك. اهلا وسهلا. قول لي، شايف ازاي القرارات اللي اعلنتها الدوله اليوم في اطار خطه التعايش مع فيروس كورونا؟ طبعا من الصعب الاستمرار في الحظر والاستمرار ايضا في عدم الخروج وعدم التعايش بشكل او باخر، لان ده هيؤثر على عمليه الانتاج، وكان لازم ان الدوله تكون جاهزه بخطه تعايش واضحه علشان نقدر نستمر في الانتاج من ناحيه، ونحافظ من ناحيه ثانيه على القوى البشريه وعلى المواطنين من نزيف الاصابات الكبير واللي بيستدعوا من وقت الى اخر نزيف اخر في الوفيات واستمرار. وطبعا الفتره اللي فاتت بناء على سلسله من القراءات المختلفه والصعود والهبوط لمنحنيات الاصابه في الفتره الاخيره، قدرنا نكون وجهه نظر انه يمكن التعايش مع الاستمرار في اتخاذ كل الاجراءات الاحترافيه والوقائيه اللي محدداها الدوله واولها اهتماما، ثم مساله التباعد الاجتماعي، ثم الحفاظ على مساله اتباع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه المختلفه بعمليات التعقيم والتطهير المستمر. وما ننساش ان التعايش ليس معناه العوده الى الحياه الطبيعيه، لكن هو عوده الحياه بشكل جزئي، لكن في ظل استمرار اتخاذ كل الاجراءات، بمعنى ان الناس اللي هتنزل وهتروح تصلي مطلوب منهم ايه بقى؟ الناس اللي هينزلوا استاذ وليد، يعني ايه الاجراءات اللي احنا لازم برضو ناخد بالنا منها علشان ما يحصلش تفشي للفيروس؟ بالظبط يا فندم، سبق واعلنا مجموعه من الاجراءات الوقائيه في اتخاذها وقت الصلاه، ثم اتخاذها وقت ما نكون في مطاعم او وقت ما نكون في دور سينما او مسارح او ما الى ذلك. لازم تكون محافظ على ارتداء الكمامه بتاعتك، لازم يكون في شيء من التباعد، وزي ما قال دوله رئيس الوزراء ان هذه الاماكن رغم ان احنا فتحناها لن تستغل بكامل طاقتها، هيكون في طاقه 25% فقط، ثم تزداد مع الاستمرار والحفاظ على التباعد. ايضا وزاره الصحه حطت مجموعه من الضوابط المهمه جدا، خاصه في المدن او في المحافظات اللي هي بتتمتع بشيء من النسق السياحي، وحطت ايضا مجموعه من الضوابط للمطارات اللي الناس هتطلع وتخش منها، الركاب يعني والرحلات هتتوافد عليهم من وقت الى اخر، وايضا للمطاعم والمسارح. وكان اهمها في كل الامور دي، لو هنبدا بالفنادق، هنتكلم على ان تم تخصيص اماكن للعزل، تم تخصيص عياده طبيه تعمل على مدار الساعه، الاستمرار في قياس درجات حراره المترددين على المكان بشكل ومتابعتهم ومتابعه العمال بشكل او باخر، اللي بتظهر عليه الاعراض هنحيله فورا الى المستشفيات ويخضع للكشف والفحص ويتعالج. ايضا حتى في اماكن الترفيه اللي موجوده في الفنادق، لان احنا عندنا عدد كبير جدا من الفنادق في المحافظات بتستعد للعوده سواء كان للسياحه او لاستقبال النزلاء بشكل عام، زي المناطق الترفيهيه يتم تعقيم الحمامات وحمامات السباحه والحرص على وجود التباعد الاجتماعي في اماكن الترفيه والملاعب وما الى ذلك. لو انتقلنا الى المطاعم هنلاقي ان النسق هيختلف، وما عادش هنشوف مثلا منظر زي اثنين قاعدين بياكلوا في الشمال، او نلاقي اثنين قاعدين جنب بعض متلاصقين، هيكون في تباعد أكيد. وهيكون في مراعاه لاتخاذ ده مهم جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ وليد، شكرا جزيلا لحضرتك، وده امر طبعا مهم، فكره اتباع الاجراءات بعد ان شاء الله الفتح التدريجي.